لك لرابطة الأندية الإفريقية وأنت في هذا السن، ماذا تعني لك؟ Yeah, being a chairman of ACA, لأكون it's رئيس a new الرابطة initiative from the هو president ومركز of هو 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 Dr. Patrice Motsepe. هو كان بتأهيل من السيد باتريس موتسيبي، هو clubs coming together as أن نوحد الأندية discuss الإفريقية issues, find solutions. وأن نجد الحلول. That is number one under ACA. But number two, وهذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني، كان لدينا فكرة كيف تشارك الأندية في اللجنة التنفيذية للكاف، وكيف تشارك في معرفة التكاليف وكل شيء خاص بالاتحاد الأفريقي. فبالتالي هذا الدور الثاني لي في رئاسة الرابطة، أيضا أن أطور وأستطيع أن أطور الأندية والمشاركة خصوصا في اللجنة التنفيذية، وأحسن من دور الأندية في القارة. أنا مستعد لهذه التحديات، أنا مستعد لفعل كل هذه الأشياء. دور الرابطة، أو بلاش دور الرابطة، ولكن أبرز لوائح هذه الرابطة. Come again. What league? I don't get it clear. Can you make it clear? Oh yeah. The role that we are playing is number one. الدور الذي نلعبه across the continent. نرى الأندية حول القارة. فالرابطة لديها ست مناطق لتغطيتها: المنطقة الشرقية، والمنطقة في جنوب أفريقيا هي كوسافا، وفي غرب أفريقيا لدينا منطقتين، وأيضا في وسط أفريقيا، والمنطقة السادسة هي شمال أفريقيا. فهذه المناطق الست لديها اثنين ممثلين، الأهلي هو عضو لهذه اللجنة، وثلاثة آخرون من العنصر النسائي. لدينا 15 ممثل كذلك أو عضو للرابطة، يرون كل المشاكل التي تواجهها الأندية في هذه المناطق، والمديرين الخاصين في هذه الرابطة ينظرون إلى المشاكل الخاصة بالأندية ويعملون على حلها تحت صوت واحد. ونحن نتأكد أن الأندية حول القارة في أفضل حال. هذا هو أهم دور للرابطة. هل سيتم دمج البطولة الإفريقية اللي هي الكونفدرالية مثلا مع السوبر الإفريقي، أو كيف سيتم التعامل مع عدد البطولات؟ يعني دوري أبطال إفريقيا، الكونفدرالية، السوبر الإفريقي الآن، أو الدوري الإفريقي، كيف سيتم التعامل مع هذه البطولات؟ لأكون صادقا، العديد من الدورات قادمة. بالنسبة لي، نحن هنا لكرة القدم، نريد أن نلعب كرة القدم، لا نستطيع أن نهرب من البطولات. نريد أن نخلق بيئة تنافسية للأندية تحت الرعاة الذين يستطيعون تحمل هذه التكاليف بالنسبة للأندية. بالنسبة لي، المشاركة في هذه البطولات ليست المشكلة، ولكن المشكلة كيف نجعل هذه البطولات ناجحة. هذا هو ما نريد أن نناقشه. صح، ولكن في نفس الوقت هناك يعني مسافات كبيرة جدا ما بين الدول الإفريقية مثلا غير الدول الأوروبية، وبالتالي من الممكن في أوروبا أن أنت تزود عدد البطولات، ولكن في أفريقيا الأمر صعب. نعم، أنت محق تماما. المشكلة هنا كما قلت ليست مشكلة الدورة بحد ذاتها أو البطولة بحد ذاتها، ولكن مشكلة الرعاة، مشكلة التوقيت. هذه هي الأمور التي نعمل على حلها ونحللها ونضع الخطط لحلها، ولكننا لن نهرب من هذه البطولات. سنكون قادرين على تنظيم منصة جيدة للسفر بالنسبة للأندية وبالنسبة لاستضافات الأندية، حتى بالنسبة لتكاليف السفر.
الأندية ستستطيع أن تسافر وتتغلب على مصاعب المسافات. نحل كيف تصل إلى تنزانيا؟ نتحدث عن 5 ساعات. ربما تفعل ذلك من خلال أي مواصلة، ولكن المشاركة في البطولات لن تكون مشكلة، ولكن المشكلة أو الصعوبة الأكبر كيف تضع منصة جيدة لإدارة هذه البطولة تحت مظلة الرعاة وتخطيط الرعاة. هل يمكن إلغاء أي من هذه البطولات؟ بالنسبة لي لا أدير هذه البطولات، أريد أن أجعل الجماهير تشارك في هذا الأمر وهذه البطولات لتحدث، وأريد الكثير من البطولات لتشارك في الكثير من الأندية تشارك في الكثير من البطولات. لن نستطيع أن نهرب من لعب كرة القدم، هذه هي الفكرة. شفت السوبر الإفريقي إزاي؟ البطولة الدوري السوبر الإفريقي وليس السوبر الإفريقي، هذه بمعناه It's a very good tournament. بطولة جيدة كما قلت. الأمر فقط حول كرة القدم. السوبر ليج هو بالنسبة لكرة القدم، كأس الكونفدرالية، دوري الأبطال، الأمر كله حول كرة القدم. أنا سعيد لأن لدينا الكثير من البطولات، ولكن لنتأكد أن الخطط تسير بشكل جيد من الناحية المادية، من الناحية اللوجستية. أنا سعيد للمشاركة في إنشاء هذه البطولات.